الإسلام دين الفطرة، جاء لإطفاء توازن على حياة الإنسان لتكون متناغمة مع حركة الكون منسجمة معها. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. يوم المسلم ينطلق فجرا مع الصلاة فاتحة للخير والبركة. يقول النبي الأكرم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. في صلاة الفجر نجدد الصلة بالمولى، نتوكل عليه، نستمد منه القوة والعزم، ونسأله السداد والتوفيق فيما سيقبل من يومنا. كان النبي عليه أفضل الصلوات يدعو فيقول: اللهم بارك لأمتي في بكورها. والبكور هو الوقت الذي يلي صلاة الفجر إلى شروق الشمس، يكون البدن فيه في أوج نشاطه والذهن في قمة تيقظه وتفتحه وتركيزه. تيسر فيه الأعمال الذهنية والجسدية، وتثمر من دراسة وحفظ أو زراعة وتجارة ورياضة، ولا يمكن للبدن أن يستيقظ مع أشعة الشمس الأولى ويتناغم مع نظام الطبيعة من حوله إلا إذا خلد للنوم باكرا ونال قسطا وافيا من النوم يجدد الخلايا ويطرح الميت منها ويرمم ما تلف وانكسر. وقد كان نبي الرحمة يقول: لا تجتمعوا بعد صلاة العشاء إلا لطلب العلم. فالنوم راحة وشفاء للبدن، والسهر لغير حاجة أكيدة في السمر والتلهي مضيعة للأوقات ومجلبة للعلل والضيق والتوتر. فإذا أفقت وقد طلعت الشمس بعد طول سهر، ظل جسدك خاملا متثاقلا وذهنك مشتتا متبلدا، فخسرت ليلك ونهارك. وقد بحثت دراسات علمية في أثر النوم في البدن واختلال الساعة البيولوجية بالسهر المتكرر المفرط والاستيقاظ المتأخر، وكشفت عن الآثار الوخيمة لذلك في الصحة والأسقام التي تنتجها من ضغط الدم وأمراض القلب والسرطان، وخلصت إلى ضرورة احترام ساعة الجسد وتجنب خلخلتها. فإذا صادمت سنن الله الكونية ضيعت غنيمتين عظيمتين: نعمة صلاة الفجر وبركة البكور، فحرمت فضل الدين والدنيا. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون.